وأزف لكم بشارة إن شاء الله. كما تعلمون بعد الحمد لله أن وفقنا في إدخال فيلم سيدة الجنة عليها السلام إلى السينما العالمية وخصوصا الأمريكية، وكان ذلك أمرا شاقا وصعبا، فأن يدخل فيلم إسلامي شيعي، هو أول فيلم شيعي في السينما العالمية في تلك السينما على شرائطها وصعوباتها، خاصة بعد هذه الجائحة، هذا كان شاقا جدا وعملا مضنيا، والحمد لله قد وفقنا في ذلك، وحاز الفيلم على ما تعلمون من إعجاب وإقبال في ظروف استثنائية، في ظروف هي أصلا تعاني، قطاع هذا السينما يعاني من الركود أحسنتم بسبب عوامل ومضاعفات الجائحة. ولا تنسوا أيضا أن الميزانية التي رصدت للدعاية والإعلان كانت متواضعة جدا، لم تتعدى $500,000، وهذه بالنسبة إلى أمريكا لا شيء. أمريكا 51 ولاية، قارة بأكملها، مهما تصرف فيها بالملايين ما حد يشعر، يعني قليل من يشعر. فكيف إذا كان بحمد الله قد شعر أناس وأناس من غير المسلمين وهم المستهدفون بهذا الفيلم في المقام الأول، وجاءوا وسمعتم كيف تأثروا وكيف ذرفت دموعهم وكيف أبدوا إعجابهم بهذا الفيلم وبشخصية السيدة عليها الصلاة والسلام، حتى تمنوا لو كانوا في زمانها ليقفوا مدافعين عنها ومحامين. بعد ذلك الإخوة تحركوا كثيرا حتى يحصلوا على حجوزات إضافية في بلدان أخرى. الحجوزات، ترى نيل الحجوزات في السينما العالمية في البلدان ليس بالأمر الهين، قضية تحتاج إلى ترتيبات كثيرة وفيها مشاق وصعوبات كثيرة، وهم أصلا يتحسسون من الأفلام الدينية، فكيف إذا كان الفيلم الديني من هذا الطراز أساسا يعني. فتحركوا الحمد لله، وكان هنالك كلام يدور في الأيام الماضية أبلغت به بأن هنالك إن شاء الله فرصة لإعطائنا حجوزات في السينما الكندية والسينما الأسترالية. وأنا نصحت الإخوة بأن لا يعلن عن ذلك حتى يأتي تأكيد الموعد، فقبل شوية الآن الأخ جاء ورفع لي هاي اللافتة مثل ما شفتم أو الورقة، وقال تم التأكيد على أنه في يوم 28 من أبريل، واللطيف أنه يوافق عيد الفطر إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعافية. وهذه كلها من محاسن التوفيق صراحة، لأنه أتذكر حتى الموعد الأول في السينما الأمريكية كان 10/12 وكان يوافق ميلاد السيدة زينب عليه السلام، فهنالك توفيقات سبحان الله. الحمد لله، يعني هذا أمر جيد. ونعم، وتلاها قضية الليالي الفاطمية، وكان الحجز، لا تنسوا الحجز في أمريكا كان لمدة أسبوع واحد فقط، لأن هنالك هذا الموسم كان موسم الأفلام، عادة يكون هذا القريب من كريسمس وكذا، فأفلام ثقيلة نازلة يعني بعد ذلك، هذه أفلامهم اللهوية هذه. فهذا فيلم ديني جاي بالوسط هالشكل يعني، فمعطينا فقط أسبوع واحد. ما كان متوقع أنه صراحة يتمدد الحجز بسبب الإقبال في بعض الولايات إلى أن طال 6 أسابيع إذا لم تخني الذاكرة، أو 7 6 يمكن 6 أسابيع. هذا كان أمر صراحة أيضا من التوفيق بحمد الله تعالى. طيب، هل معنى ذلك أننا لسنا بمقصرين؟ لا والله مقصرين، الزهراء عليه السلام تستحق أكثر من ذلك بكثير.
كنا نتمنى لو أنه الإمكانيات التي بيدنا أكثر من هذا بكثير حتى نرج أمريكا رجا يعني، بس معناها شنو تتطلب؟ مو نص مليون، مو 500,000 دولار، وإنما تحتاج يمكن 500 مليون دعاية. بالفعل ترى أكو أفلام هكذا يصرفون عليهم يعني، بس دعاية وإعلان يعني، مو تصور. وصراحة الزهراء عليه السلام تستحق أكثر من هذا بكثير أكيد يعني. ولكن إحنا ظروفنا تعلمون يعني، الاتحاد ميزانيته مهما بلغت من ميزانيات مليونية لكنها بالقياس إلى هذا العالم الذي نتوجه إليه، هذا عمل عالمي مو عمل محلي، هذا يحتاج إلى ميزانيات ضخمة للدعاية والإعلان. معظم الشعب الأمريكي ما حس بهذا الفيلم بطبيعة الحال، معظمه ما شعر. ليش؟ لأنه كم عدد اللافتات التي رفعت في الشوارع والمدن الرئيسية؟ صحيح لافتات وكانت ضخمة، كثير منها كانت ضخمة، بس مجموعها شقد؟ ما أتذكر 20 لافتة، 30 لافتة، ما أتذكر يعني، قليلة. هذه أمريكا. كذلك ما مقدار الدعاية التي نشرت في الصحف؟ صح نشرت في كبريات الصحف الأمريكية مثل نيويورك تايمز، مثلا لوس أنجلوس تايمز، ما أدري الصحف الكبرى. بالنتيجة إعلان وسط عشرات مئات الإعلانات التي تعرض يعني، إلا واحد لازم ينتبه وكذا. زين، كم عدد الدعاية التي نشرت في وسائل الإنترنت والتواصل وما شاكل في أمريكا؟ حازت لا بس. تذكرون بعض الأمريكان لما قابلوهم عند أبواب السينما سألوهم من أين عرفتم بهذا الفيلم؟ قال شفنا إعلانه بالميديا، بالسوشيال ميديا، ما أدري شنو. بس هؤلاء نسبة ضئيلة بالقياس إلى كم عدد نفوس أمريكا؟ كم عددهم؟ عشرة يعني مئة مليون ممكن. 335 مليون إنسان في أمريكا، يعني عدد مهول. لما تتوجهون نعم 330 مليون، أنت تريد أن تجعل 330 مليون يشعر بك، لازم تصرف زين في الدعاية والإعلان حتى يشعر بهذا الفيلم ويأتي إليه، ومن ثم يتلقى هذه الرسائل. لكن لا بأس، هي بداية، احنا نقول إن شاء الله بداية وبها خير وبركة. إخواني، الآن وصيتي للمؤمنين لمحبي الزهراء عليه السلام أن لا يوقعوا الإخوة رجاء بمثل هذا الحرج من جديد. المرة اللي فاتت لما تأكد هذا الحجز كان باقي على العرض اشقد؟ أقل من شهرين، وبحماس وباتصالات وبما أدري برامج يومية وكذا، يا الله جمعوا هذا المبلغ اللي استطاعوا به أن يعني يقوموا بهذه الحملة الدعائية المتواضعة بالنسبة إلى أمريكا. الآن باقي على يوم 28 نيسان أبريل، إيش قد يصير؟ 61، يعني نفس الشيء تقريبا، هم شهرين. ماكو وقت إخواني، تعلمون إيش قد هذا يحتاج إلى إعداد؟ لازم يتعاقدون مع شركة دعاية وإعلان هناك بكندا وأخرى في أستراليا، لازم يحددون مواضع الإعلانات في الشوارع والمدن، لازم يرصدون ميزانية للإعلانات اللي في الإنترنت وما شاكل، في الصحف وما شاكل. هذه كلها تحتاج ترتيبات. إذا المبالغ تكون غير حاضرة الآن، يتأخر ويتأخر ويتأخر، فيطلع الفيلم يولد هناك بدعاية ضعيفة، فيكون الإقبال ضعيفا لأنه ما شاعرين به، ما سامعين عنه، الشعب هناك ما سامع عنه. هذه كندا أيضا، كندا مقسمة إلى 4 ولايات كبرى، وبالمناسبة راح يعرض في كندا النسختان الإنجليزية والفرنسية لأول مرة، ولأول مرة راح يعرض تعرض النسخة الفرنسية. عندكم الإعلان الفرنسي؟ إذا لو كان إذا ممكن الإعلان الترويجي باللغة الفرنسية يعرض أول مرة إن شاء الله دعونا نشاهده. إذن يقول إن شاء الله ربما المنتجون إلى أن يجهزوا إن شاء الله، إلى أن يجهزوا. نعم، رائع جدا. يعني أنت عندك الآن نسختان بالإنجليزية وبالفرنسية مدبلجة، وهنالك نسخة عربية مترجمة، وإن شاء الله نعمل إذا توفرت الميزانية على نسخة عربية مدبلجة
وهذه إن شاء الله تعرض للشرق الأوسط بإذنه تعالى حتى الكل يرى هذا الفيلم ويتفاعل معه بلغته. ونريد أن نترجمه أكثر، نريد أن نترجمه للروسية وللصينية وللإسبانية وللبرتغالية وكل لغات الدنيا من الآن إلى ما شاء الله، حتى كل الشعوب تعرف قصة الزهراء عليها الصلاة والسلام وتتفاعل معها. فالآن نصيحتي إخواني ورجائي منكم أن كما بذلتم وكانت لكم تلك الهبة العظيمة في كل الحملات السابقة حتى وصلنا إلى الذي وصلنا إليه وصارت قضية الزهراء عليه السلام مطروحة عالميا، كذلك في هذه لا تقصروا. كلما يبلغكم الإخوة أو يصدر بيان من الاتحاد أو إشعار بأنه هنالك حجز قد حصلنا عليه لهذا الفيلم في إحدى السينمات في إحدى الدول، عليكم فورا أن تتحركوا بشكل فوري وتوصلوا الأموال فورا، مو تتأخر، لأنه راح تكون قد طارت الطيور بأرزاقها. ما حد بنا يقبل أن فيلم الزهراء عليه السلام ينال دعاية أو تسويقا متواضعا، لابد يكون مكثف، لأنه ما هو الغرض من الفيلم غير هداية الناس؟ نريد أكبر كم ممكن من الناس يأتون ليشاهدوا هذا الفيلم. هذان فيلمان إذن سيعرضان في كندا في نفس التوقيت في 28 أبريل/نيسان في إقليم بريتش كولومبيا، راح يكون الإنجليزية، وفي إقليم شنو أيضا بالإنجليزية؟ بالإنجليزي يعني كم إقليم؟ أقاليم كثيرة يعني أي الصور أونتاريو غير هذا الإنجليزي اللي هم عادة في الغرب صحيح؟ وفي الشرق مونتريال اللي كيبك، أحسنتم، هذول يحجون فرنسي، النسخة الفرنسية جاهزة لهم كذلك. زين، في أستراليا النسخة الإنجليزية راح تعرض كذلك، والحمد لله تزامن الأمر حتى يصير شيء عالمي، يعني زخم، يا أحسنتم، يتصاعد الزخم، شوفوا من شرق الأرض إلى غربها، يعني هكذا إن شاء الله. وربما الله يوفقهم أنه يحصلون على حجوزات في أوروبا، في دول أخرى، في أفريقيا ربما، لأنه أيضا هنالك كلام يدور حول هذا. إذا الله وفقنا إن شاء الله بحق الزهراء البتول عليه السلام نعم العالم أجمع إن شاء الله. فالآن من هذه اللحظة رجاء أوصلوا تبرعاتكم على حب الزهراء والكاظم صلوات الله عليهما، ولا تقصروا، فليكن ارفعوا اسم الزهراء هناك في كندا في أستراليا، وتؤجرون على ذلك إن شاء الله تعالى، وتسجلون أسماءكم في هذه الصحائف التي ترفع للزهراء من الملائكة، هذه سيدة الجنة. أنتم باجتماعكم وتكتلكم وتعاونكم وتباذلكم وصلتم بحمد الله إلى الذي وصلتم إليه، وحققتم ما لم يحققه الآخرون. هذا أعظم مشروع في الوقت الراهن في هذا العصر في خدمة الزهراء عليها السلام وأهل البيت، مشروع بلغت ميزانيته أكثر من 15 مليون دولار. هذا الشيء قد حققتموه بإخلاصكم، بتفانيكم، ببذلكم، وبمدد ورعاية من إمامكم ومولاكم صلوات الله عليه. فلولاه لما تحقق هذا الذي تحقق. فالآن أكملوا إن شاء الله هذا الطريق، وأكملوا هذه الإنجازات. هذه عبارة عن فرص ثمينة يجب أن لا تضيع. أكملوا نشرة وتوزيع والدعاية لهذا الفيلم في البلاد الكبرى، كندا بلد جدا كبير، أستراليا كذلك قارة، أستراليا كبيرة جدا فيها يعني شعوب بها وأجناس وأعراق كثيرة، ينبغي أن يصلهم صوت الزهراء عليها السلام في أقرب وقت ممكن. نعم. إذن شيخنا المقطع الترويجي باللغة الفرنسية جاهز الآن بحسب ما أبلغت، فليعرض إن شاء الله. Le
Le monde est en état de choc. Un groupe de terroristes a réussi à prendre le contrôle de très larges territoires en Syrie et en Irak. Le monde peut être dangereux et cruel. Même si tu as peur. Efforce-toi d'être courageux qu'elle. Et prends sa vie en exemple. Ta maman qui t'aime, Fatima. Est-ce que ta mère t'a raconté l'histoire de la dame du paradis? Elle était une fille remarquable, exceptionnelle. Du prophète Mohammed, la paix soit avec. Mon heure est proche. Après, ma chère Fatima, vous allez affronter de nombreuses épreuves. À présent, mon père n'est plus là pour nous guider. Le mal est avec ceux qui éteindront la lumière de la vérité. Tu vas laisser une femme nous dicter ce qu'on doit faire? On va la brûler dans sa maison. Votre avidité sera jugée par Allah. Je méprise ce monde qui est devenu un terreau de violence. Son ombre sera projetée sur de nombreuses générations à venir. Il y a des gens dont la foi est si forte. Il donne de la force à tous ceux qui les entourent. La plus grande chose dans cette vie et dans l'au-delà, c'est la diffusion de la paix dans le monde. La bonté de Dame Fatima a inspiré les gens à affronter leurs oppresseurs, quel qu'en soit le coût. Son héritage est toujours vivant. ما شاء الله ما شاء الله شيخنا الاسم إذن اسم الفيلم لا دام دو بارادي وقبل أن أعطيكم الكلمة شيخنا وأنتم تعلمون بذلك ما عندي كلمة صراحة نعم أريد فقط أن أشير إلى شيء ربما من داخل الجلسات التي صارت جلسات التحضير للتوزيع العالمي أمس صراحة بقينا لساعات طوال بعد أن انتهت الجلسة التي كانت عمومية هنا في أرض فدك الصغرى وكانت متعلقة بالتوزيع العالمي وخطط ذلك صراحة كنت أتداول مع الأخ محمد جواد حول اسم الفيلم ويعني هو عادة يكون بالعكس يعني يستوحى الفيلم من شيء ما ثم ولكن سبحان الله صدفة عجيبة وتقدير صراحة صدفة عجيبة أن نجد هذا الاسم موجود في أهم الكتب التاريخية الفرنسية فليعرض فقط غلاف الكتاب حتى أتكلم عن هذا شيخنا هذا الكتاب اسمه إستوار دو فرانس وطبعا الآن بحثت عليه خلال الساعات القليلة الماضية طلع هذا من أهم الكتب التاريخية الفرنسية أصلا المؤسسة لتاريخ فرنسا الحديث هذا إستوار دو فرانس هو للمؤرخ جول ميشلي وهو مؤرخ كان في عهد نابليون لويس نابليون بونابرت نابليون الثالث ليس نابليون الأول ولكن كتاباته أسست لثقافة الجمهورية لأنه لويس نابليون بونابرت الثالث كان إمبراطورا في البداية ثم تحول إلى رئيس جمهورية فرنسية بسبب الأحداث التي حدثت في هذا الكتاب نفسه تأسيس إلى كلمة رينيسانس وهي الكلمة التي الآن تترجم باللغة العربية بالنهضة هذه الكلمة أتت من نفس هذا الكتاب ولذلك يحتفون كثيرا بهذا الكتاب بخصوص تاريخ فرنسا الحديث في هذا الكتاب في إحدى صفحاته الصفحة هذه 215 وعندما كان يتكلم عن تاريخ الحروب الصليبية يعني في خضم هذا لو ننتقل إلى الصفحة الأخرى نعم
كان يتكلم أنه مثل هو يعيب على المسلمين، يعني قبل أن نذهب إلى الإطار الأحمر الفوق كان يتكلم يقول هم المسلمون لم يريدوا العذراء كما مكتوب ils n'ont pas voulu de la Vierge, ils se battent depuis 1000 ans pour Fatima. لم يريدوا العذراء يعني مثل تركوها فمثل عوقبوا بأن يتحاربوا منذ 1000 سنة من أجل فاطمة. الله نعم. أولا ما رفضنا العذراء. هو يقول يعني عن المسلمين عموما يعني. ففي تعريف فاطمة كتب رقم 2 ينزل إلى الأسفل من هي فاطمة يقول هكذا. يقول فاطمة entrera dans le paradis la première après Mahomet les musulmans l'appellent la dame du paradis. الله أكبر. ماذا يقول هنا؟ يقول فاطم باعترافي هذا الصليبي، هو صليبي يعني يحارب ينافع عن الصليبية جدا، يقول فاطمة عليه السلام طبعا ستدخل إلى الجنة الأولى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم يستطرد قائلا، لا يقول الشيعة فقط لأنه بعد ذلك سيتكلم عن الشيعة أنهم يناصرون عليا وهذا، يقول المسلمون يسمونها سيدة الجنة. اللهم صل على محمد وعلى محمد فرجا محمد وعجل فرجا والعادة. ومكتوب سبحان الله لا دام دي باغادي بالدي كابيتال وبالبي كابيتال كما هي مكتوبه كما في هي مكتوب هذا الفيلم. سبحان الله شيخ، مع انكم اكتشفتم ذلك هذا يعني الليله الماضيه صراحه الفيلم وبعدما كتب هذا العنوان. فسبحان الله توفيقات شيخنا يعني صراحه توفيقات عظيمه ونعمه نعمه من الله تعالى. وهكذا هي الزهراء عليها السلام، يكتشف مجدها وتألقها حتى في هذه المراجع التاريخية ولو بعد حين. هي سيدة الجنة بلا منازع الآن عالميا كما قلت. شو هذا الاسم أحيي، ما كان متداول حتى بالعربية، العادة بالعربية يقولون سيدة نساء أهل الجنة، صحيح مو سيدة الجنة مباشرة. الآن هذا صار اصطلاح خلص بعد من الآن فصاعدا، من سيدة الجنة؟ فاطمة. Who is the lady of heaven؟ فاطمة. كي لا دام دي باغادي؟ فاطمة عليها السلام. خلص بعد هكذا. لما شوفوا كنا نحلم سابقا من سنوات نقول نريد أن نحول الزهراء عليه السلام إلى أيقونة عالمية، رمز عالمي. هذه هي الخطوات، هذه هي الخطوات التي توصلنا إلى ذلك. فدعونا نضع أيدينا بأيدي بعض، يضع بعضنا يده بيد بعض إن شاء الله، حتى نكمل هذا الطريق ونحقق هذه الإنجازات تلو الإنجازات بإذنه تعالى، ويعم العالم بإذنه تعالى بعطر الزهراء صلوات الله عليه. 2000 باوند من يعني حق الفيلم. الله صل على محمد وعلى محمد محمد وعلي محمد وعجل فلان وعلى الحمد لله. إذن الحاج أبو ياسر يفتتح مجال التبرعات بألفي باوند لفيلم سيدة الجنة عليه السلام، لهذه الخطة التوزيعية الجديدة في كل من كندا وأستراليا وباقي الدول العالمية. ما شاء الله شيخنا.